القضية ما كانتش أبداً مجرد مباراة. القضية كان التحدي هو الأكبر والأخطر بكل ما تعنيه الكلمة، وكل طرف فيه كان عارف كويس قوي إن النتيجة مش هتكون أبداً مجرد رقم، دي هتكون تبعات وعواقب وتداعيات. التاريخ كان شاهد عيان على تفاصيل التفاصيل، ورصد اللي هيحكيه لجيل بعد جيل، وإزاي إن الرهان هنا مش حسبة تخسر أو تفوز، المعادلة كانت تكون زي ما أنت بطل الزمان والمكان ولا تغامر بكل ما كان. علشان كده وغربال بيطلق صافرة النهاية، كان كل اللعيبة في فرحة هستيرية علشان فاهمين أصل وفصل الحكاية. الحكاية ما كانتش مباراة ودي صافرة النهاية، والمناسبة أي وقت ممكن تعود. الحكاية كانت رهان مرعب، يا مفقود يا مولود. ومن زمان استنى أسبوع القضية، واحد من رجال القضية، واحد من الرجال المحترمين داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، كلهم خلية نحل محترمة، كلهم كان لهم أدوار سواء مرئية أو غير مرئية، كل الناس اجتهدت واشتغلت. ممكن احنا دائما وابدا بنشيد باللاعبين، بنشيد بالجهاز الفني، التأكيد بجماهير النادي الاهلي العظيمه، لكن مجلس اداره النادي الاهلي كان ليه دور رائع في الاستقرار والتحضير والهدوء والعمل الجاد لحتى وصلنا الى التتويج، لانه التتويج بهذه البطوله كان يعني العوده غايبين من 2013 عن التتويج بهذه البطوله، ثم تأتي هذه المباراة وتأتي هذه البطولة في ظروف صعبة جدا، ظروف كورونا، ظروف غياب مدرب، ظروف مشاكل بتحدث في الساحة الكروية المصرية، لكنه رجال النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب وكل السادة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة اللي لهم أدوار كبيرة جدا ولهم تكلفات مهمة جدا، وضيف النهاردة واحد الحقيقة من نقدر نقول عليه شعلة نشاط دائبة ودائمة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، وملف تلو الملف مع ملف مع ملف آخر، ولكن في النهاية التوفيق بيكون من عند ربنا سبحانه وتعالى. واحد من الجنود المهمين جدا داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، ومن المحببين لدى جماهير النادي الأهلي ولدى أعضاء النادي الأهلي، مهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. يا مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شوبير، وبشكر حضرتك على المقدمة الرائعة والجميلة دي، وخلينا ابدا يعني احييكم في البدايه وبارك لحضرتك على البرنامج الرائع وكل فريق الاعداد وكل الناس اللي ورا الكاميرات اللي عاملين مجهود اكتر من رائع. الحقيقه طفره كبيره جدا في قناه النادي الاهلي، وده يعني ده اللي بنعهده في حضرتك دايما يعني، والحمد لله نسعد طبعا المشاهده اختلفت تماما، وتطوير كبير لكل فريق العمل ولهشام جمال واحمد جمال وايهاب الخطيب وكل الناس. فحبيت بس ابدا بتحيه لكم ومباركة، وإن شاء الله كده تكون أول خطوات النجاح بإذن الله لمزيد من النجاح بإذن الله. أنا الحقيقة بشكرك إن أنت قلت فريق العمل. طبعاً. لأن أنا دايماً بحب أشتغل كفريق. طبعاً. والفريق بيبدأ دايماً وأبداً من رأس الحربة اللي هو مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب وحضراتكم بالكامل. الحقيقة اديتونا ثقة، هشام جمال الحقيقة اللي يعني ناس كتيرة جداً جداً مش عارفة دور هشام جمال واللي عامله هشام الحقيقة. ودماغه مختلفة دايماً، في عنده ابتكار وعنده الاثنين دماغنا مطرقعة يعني في موضوع الإعلام ده يعني. عاملين ميكس حلو مع بعض. احنا بنقعد نتجنن لحد 5 و6 الصبح يعني، فبنسيب بعد 6 الصبح. وده بقى يعني هو ده باين، النتيجة بتبان على الشاشات في النهاية يعني. أنا بحب الدماغ دي والحمد لله ما بنختلفش يعني، بسرعة جداً جداً بنكون قاريين دماغ بعضها. كان في الامارات الاسبوع اللي فات ما عرفناش برضو، لازم نتواصل، ما عرفناش نبعد يعني. والحقيقه واحمد جمال وبعدين كل فريق العمل بلا استثناء يعني. انا الحقيقه حتى بتكلم فريق العمل بتكلم من اخونا وزميلنا عمل النظافه للست الجميله ام مصطفى الجميله اللي ماسكه البوفيه، لكل بقى الناس اللي قدامك دول هي كلهم والله يا سراج بيشتغلوا بحب شديد جدا، كلهم باين يعني. مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد، وانا داخل الناس متحمسه، الناس مبسوطه يعني، حتى الناس اللي طالعه قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا كله بيشتغل بحب وبحماس للنادي الاهلي، وده الحمد لله دايما بيبقى نابع منه الاخلاص والمحبه للنادي، وده بيظهر في النجاح في الاخر في القناه ان شاء الله. الحمد لله. عايز اعمل معاك فلاش باك بلغه السينما، هنتكلم في حاجات كتير بس انا بفكر الناس اسبوع القضيه ومستنيين فيديوهاتكم،
ناس كثيره بتبعت لي على رقمي انا الشخصي، فالله يخليكم خلونا والله على اللي موجود على الشاشه، لانه ده اهم وده هو اللي بينزل يعني، مع كل الحب والاحترام طبعا لحضراتكم. فلاش باك 2013، ما ناخدش البطوله، دنيا مكهربه، الدنيا معقربه، مدرب بيمشي، مدرب بيروح، هزيمه قاسيه امام سان داونز، دنيا شبه ضلمت شويه، في وسط العتمه دي زي ما بيقولوا يعني، ازاي بداتوا تدوروا على النور اللي ينور واللي يضيء السماء كلها؟ والله كابتن شوير زي ما حضرتك قلت، هو يعني النادي الاهلي دايما بيبحث ان هو يكون رقم واحد. أيوة. وده اللي احنا عهدناه من زمان من جميع حتى مجالس الادارات السابقه وتاريخ النادي الاهلي، دايما محليا وقاريا دايما الحمد لله بنبحث عن رقم واحد. الحمد لله حتى الطموح ده دايما بيزيد وبيعلى، ان احنا عالميا كمان بمشاركات الحمد لله المتعدده للنادي الاهلي. بدانا كمان ان احنا لا عايزين ننافس عالميا، وبنزعل لما بنخسر ماتش من ريال مدريد، وبنزعل لما ما نوصلش النهائي. وبنبقى حاطين عيننا على البطوله، لان النادي الاهلي نادي كبير. ونادي بيمثل قاره افريقيا اللي هي قاره كبيره وقاره عظيمه، وانت الحمد لله رقم واحد على القاره. فبالتالي احنا طبعا من 2012 2013 وانا يعني كنت زي كل اعضاء مجلس الاداره وزينا كلنا، احنا جمهور قبل ما نكون مسؤولين ومحبين للنادي الاهلي قبل ما نكون مسؤولين. في 2012 كنت موجود في السفريه بتاعه الترجي، يعني كنت مسافر مع الجمهور وكنت حاضر والله. كنت حاضر في الملعب ورا يعني كنا قاعدين في الجزء المدرج الخاص بالنادي الاهلي. وقصه عشق بقى. طبعا. وكان 2012 دي كان من امتع المباريات. وكانت ماتش طبعا احنا كنا الوضع كان صعب، كنا متعادلين هنا. وكان لازم ان احنا هناك يعني النتيجه تبقى ايجابيه بالنسبه لنا، فكان الوضع طبعا صعب جدا. 2012 الترجي. فالحمد لله كانت انا فاكر كانت 2-1 دي. احنا كسبنا 2-1 ساعتها هناك في تونس. وضيعنا بينالتي كمان. ضيعنا بينالتي ساعتها وانا فاكر كلمت حسام البدري قبل السفر، فكان عنده يقين ان احنا هنكسب، وانا ما كانش عندي اي امل للامانه، لانه يعني تجربنا مع الترجي في تونس كانت صعبه. مباراه صعبه يعني. واجواء جماهيريه صعبه وكده، لكن احنا الحمد لله يعني كنا طالعين برضو مجموعه من جمهور النادي الاهلي. ده صحيح. كان عدد كبير. كان عدد كبير والحمد لله يعني. المباراه دي يمكن بالنسبه لي كانت مباراه من اكثر المباريات الهامه والممتعه حتى لينا كاداء فني. صحيح. وكنتيجه بعديها احلى المباريات اللي ادارها حسام البدري جدا يعني. جدا ادارها حسام البدري بكفاءه. كان كل الفريق متالق بشكل قوي الحقيقه يعني. 2013 برضو الحمد لله كنت برضو حاضر في الاستاد في النهائي في 2013. كان في استاد مقاولين عرب حتى. ساعتها النهائي وقتها. فالحمد لله يمكن بعديها يعني كنت صادفني طبعا التوفيق الحمد لله ان اكون في قائمه كابتن محمود الخطيب بعد كذا سنه يعني. 2017 الحمد لله. انت ما دخلش انتخابات قبل كده؟ دخلت طبعا قبل كده. قبل الكابتن محمود الخطيب. كانت مع مهندس ابراهيم معلم. ايوه. اللي هي كانت انتخابات 2014. نعم. وما توفقناش. كان معايا حتى من مجموعه يمكن الحاليه دكتور محمد شوقي واستاذ طارق قنديل ومحمد الجارحي. صح. كان قدام المهندس محمود طاهر. نعم. ومهندس محمود طاهر القايمه كسبت بالكامل. نعم. وناس محترمه وادوا مع عليهم كله خدم النادي وساهموا بشكل قوي. نعم. في يعني انشائيا وخدميا ورياضيا مع النادي. لكن فضلت برضو بطوله افريقيا بعيده عن النادي الاهلي حتى في الفترات اللي هي ما بين 2013 الى 2020. فده كان حلم بالنسبه لنا ان احنا نستعيد البطوله مره اخرى. فطبعا دخولنا طبعا في قائمه كابتن محمود الخطيب، احنا كان من اهدافنا مش بس بطوله افريقيا، احنا حاطين برنامج انتخابي كامل للقائمه. في اهداف رياضيه خدميه انشائيه اجتماعيه، بس طبعا اهداف الكبيره او الحلم كان رجوع بطوله افريقيا. ودايما الملف ده يعني كان عندنا ثقه كبيره انه تحت قياده كابتن محمود الخطيب، وانه ان شاء الله يعني باذن الله بوجوده وبادارته الملف كره القدم هنقدر ان احنا نستعيد فعلا بطوله افريقيا، لانه طبعا هو في النهايه هو المشرف على هذا الملف. نعم. هو المكلف مجلس الاداره بالاشراف على قطاع كره القدم بالكامل، وكلنا ثقه فيه انه كنا هنستعيد حتى لو ما حصلش في اول سنه او ثاني سنه زي ما حضرتك قلت. نعم. حصل لنا كام دروب كده في الاول. صحيح. كان ممكن يهزوا ثقتنا شويه. في نفسنا زي مباراه سان داونز. زي ماتش الترجي فاينل الترجي 3-0 2018. 3-0. نعم. انا مباراه سان داونز دي برضه ليا معاها واقعة، لان انا كنت وقتها الماتش ده تعرف كابتن شوبير ده الماتش الوحيد ده انا ما اتفرجتش عليه تقريبا. ما اتفرجتش عليه بالصدفه يعني بتاع سان داونز هناك الخمسه. انا كنت وقتها في اسبانيا. كان عندي حاجه يعني تبع النادي هناك في اسبانيا. أيه. كنت في مدريد يعني. فالوقت الماتش كان 3 الظهر. وفي توقيت انا كنت في يعني في حاجه في ورشه عمل هناك او كده، فمش عارف اتفرج. ايوه. وقلت هفتحه مثلا ستريمنج او على الموبايل او حاجه، بس ما عرفتش. انا عرفت بقى من الرسائل اللي جات لي. لا ما عرفتش تفتح. ما عرفتش افتح. انا عرفت النتيجه. يعني لقيت رسائل صعبه جدا. انا ما اتخضيت يعني. انا كنت قاعد لسه يعني يعني كان اصل هو المباراه كانت لسه دي مباراه الذهاب.
يعني حتى كانت مش مباراه العوده. كسبنا 1-0 في العوده. كسبنا 1-0 في برج العرب في العوده، بس كان طبعا الموضوع كان صعب جدا. والله العظيم يا سراج، لو كان عندي الحقوق وجبت لك ملخص الفرص الضايعه في مباراه العوده، ايوه كنا ممكن نكسب هنا 5. كانت كتير جدا، كانت كتير جدا الشوط الاول كمان بالذات. كان عندهم حارس مرمى ساعتها رائع، انقص فرص بالجمله. واحنا الظروف والتوفيق والجو يومها، لو حضرتك تفتكر الجو يومها كان فيه برضه شبوره كبيره والغبار، فالوضع كان صعب. لكن النتيجه هناك لقيت سيل من الهجوم من العالم. انا عايز اقول لك كمان ان المباراه دي احنا 16 دقيقه كانت نموذجيه. يعني انا فاكر المباراه دي، انا مش عارف، لا ما انت ما اتفرجتش، وطبعا مش عايز اشوف يعني. ما انا اتفرجت مره، ما اتفرجتش ثاني، وعمري ما هتفرج ثاني. ولا انا طبيعتي كده، حاولت اشوفها ثاني. المباراه لا اقدر نخسر او نتيجه مش ايجابيه، عمري ما اتفرج عليها ولا على ملخصها ولا اي حاجه. لكن احنا عملنا 15 16 دقيقه، انا كنت مبسوط جدا، وفجاه المباراه فتحت يعني. كان لا، الحمد لله الحمد لله. فلا برضو انا بقول النقطه دي عشان احنا برضو لازم بيبقى في استيعاب دايما لجمهورنا. شويه يعني انا وقتها بقول لحضرتك، كان في بقى الرسائل هجوم قويه من الناس ومن على الفيسبوك وعلى الواتساب والجمهور، وازاي واللي فضيحه وكذا وكذا. فاحنا لازم في النهايه، قصدي اقول ان احنا يبقى عندنا من الاتزان النفسي ومن الاستيعاب لجمهورنا، وحقهم يزعلوا حقهم يغضبوا، نتيجه كبيره احنا نفسنا مش كناش مصدقينها. بس برضو ده احنا تجاوزناه ازاي؟ برضو كابتن محمود الخطيب، ده مهم جدا، لان احنا برضو وقتها مع اول اجتماع مجلس اداره، ده كابتن محمود قاد الاجتماع بمنتهى الهدوء. ادى ثقه، ادى ثقه للناس اللي هي برضو لسه زينا شباب داخلين جديد، فالموضوع هزنا جامد. يعني تهزنا برضو من القصه دي جامد. فلا، كان ادار الموضوع بحرفيه وبثبات شديد جدا. فالحمد لله، يمكن بعديها لا بدا يعني يبقى في لا بعدها خدنا الدوري. وبعد ما خدنا الدوري، كان دوري صعب جدا. دوري في وقت لاسارتي، والناس كلها توقعت ان لاسارتي هيمشي بعد المباراه دي. بالظبط، كان القرار انه يستمر حتى نهايه الدوري العام. نفس القصه في ماتش برده تاني اللي حصل تاني في ال5-2 بتاع سانداونز مع كولر برده. الناس افتكرت ان هيحصل تغيير. الكابتن برده اداله الثقه، والراجل كمل، ما اتهزمش ولا هزيمه بعديها، وخد بطولتين بعديها افريقيا. والحمد لله يعني. فانا قصدي اقول ده دايما، الحمد لله احنا عهدنا في النادي الاهلي مش بنحاسب بالقطعه او بنحاسب بالمباراه، لا. يعني انت بتعتبر ان الهزيمه الخماسيه من سان داونز هي كانت بدايه الشراره اللي انطلقت عشان يعود الاهلي من جديد؟ لا برضو مش هو ده المقصد يعني. المقصد ان احنا، قصدي اقول ان احنا ده ما هزناش يعني، ده كانت نتيجه كبيره بس ما هزتش النادي الاهلي. قدرنا ان احنا نتجاوزها بسرعه. لكن من قبل سان داونز، خلي بالك حضرتك برضو كابتن شوير، كان في تخطيط جيد لتطوير فريق الكوره واعاده هيكله فريق الكوره. كنت بدات يعني تجيب صفقات، وكان حسين الشحات جه، وكان في لعيبه بدات تيجي. يمكن المدرب ما كانش موفق شويه، فجه فايلر بعديها برضو غير الريتم خالص بتاع الاداء. صحيح. مع صفقات جديده انضمت. فقصدي احنا كنا ماشيين على الرايت تراك، بس يعني حصلت نتيجه ما كانتش في الحسبان. بعديها قصدي اقول ما وقفناش يعني، كملنا التطوير وكملنا التنميه لفريق الكوره، وبدانا نحصل ده الحمد لله باول بطولة اللي كانت أغلى البطولات، وهي التاسعة. والبطولة القاضية و2020، فدي الحمد لله كانت فرحتها بالنسبة لنا كبيرة بقى، بسبب كل اللي أنا بحكيه قبل كده. ده إن البطولة غايبة بقى لها 7 سنين، هزيمة كانت كبيرة على النادي الأهلي قبل كده، مش متعود عليها. برغم إن كل الأندية العالمية، لو جبنا الهيستوري بتاع كل الأندية العالمية بالمنتخبات العالمية، ده بيحصل يعني. طبعًا. مش طبعًا. ده مش حاجة يعني اللي هي هنستخبى منها او هنخبيها، لا عادي. احنا نادي كبير، ونادي الاهلي وبجماهيره وبتاريخه، ونقدر نتجاوز اي شيء. بدات كاس عالم بخساره امام السعوديه، وانهت وهي البطل. البرازيل مع المانيا. وريال مدريد حصل له، برشلونه حصل كله. صحيح. يعني ده طبيعي جدا. المهم ان انت تكسب في الاخر، اصل انت بالظبط. لكن هتخسر بالنتائج دي، وكمان تخسر بطولات، ما يعني ما تبقى صعبه. طب عايز اسالك يا سراج بقى، وانت هنا كنت يعني مش قريب، انت من ضمن صناع القرار، وهي المفاجاه المدويه برحيل فايلر بعد ما كان تم الاعلان عن تجديد التعاقد، لكن الراجل جه قال لك الكورونا والقصه. هو واخد الدوري العام، وصل لسيمي فاينال بطوله عنده الوداد، اعلن الرحيل، ثم جاءت المفاجاه بالتعاقد مع بيتسو موسيماني. اكيد في كواليس ممكن احنا ما نعرفهاش او تعرفها. لا، وقت فايلر، والله بص يا كابتن شوير، طبعا هو كان من المدربين، انا بحترم كل المدربين اللي اشتغلوا مع النادي الاهلي. نعم. واللي جم واضافوا لتاريخ النادي الاهلي، حتى لما توفقش فيهم، لانه يعني كلهم كانوا عندهم من الاخلاص ان هم يحاولوا يجتهدوا ويضيفوا لسجل بطولات النادي الاهلي. فيهم اللي توفق، فيهم اللي ما توفقش، فيهم اللي كان القماشه مش ماشيه معاه، فيهم اللي كان فكره مش ماشي مع النادي الاهلي. نعم. لكن فايلر طبعا كان من المدربين الناجحين جدا،
هو يعني مره واحده ممكن يكون حصل بعض الظروف الاجتماعيه الاسريه النفسيه عنده اللي احنا مش عارفينها ومش فاهمينها. هو معرفش يتاقلم برضه مع الاجواء. هو بعد الموضوع كورونا اتغير يعني ما بقى في تغيير حتى في الطريقه. فايلر قبل الكورونا وفايلر بعد الكورونا. وبرضه خلي بالك احنا مش بنتعامل معاه مباشر يعني احنا برضه التعامل كله ده نظام النادي الاهلي وده سر النجاح النادي. مش الناس كلها بقى داخله بتتكلم معاه، لا هو من خلال الكابتن الخطيب ومن خلال قطاع الكوره، لكن اللي كنا بنلمسه وبنشوفه ان الراجل كان في فتره من الفترات ماشي باستقرار وبانتظام، ومره واحده بدا يبقى يعني موده مش حلو، بدا يبقى ليه طلبات مش عاجبه الوضع بدا. فخلاص انت مش هتفرض حد يعني كل حد يتمنى يشتغل في النادي الاهلي، فمفيش حد هتفرض عليه ان هو يكمل مثلا باسلوب معين يعني. فكانت التغيير، وكان برضو رؤيه كابتن محمود انه فاجئته لما قال لكم موسيماني يعني كان طبعا بالنسبه لنا هو كان من المرشحين، بس يعني كان ممكن يبقى بالنسبه لنا مش هو رقم يعني. يعني ممكن كابتن محمود شايف ان هو عنده من الخبرات في افريقيا اللي يقدر يستعيد تاني البطولات للنادي الاهلي، وده حصل فعلا. الراجل برضو اضاف يعني طبعًا. انا طبعًا. من نوع انا مش بحبش حد يعني يقول لك لا ده كان يعني يمشي حد مثلا واضاف للنادي الاهلي فاقول لك ده كان مش لا أضاف. كان وحش اضاف طبعا واللي بعديه احسن طبعًا. منه ولا ده ننتقده في بعض المواقف ننتقده، لكن مش اللي هو هنقول ده ما كانش بيعرف حاجه وده لا خالص. ده راجل ليه احترامه اضاف للنادي الاهلي، هذا كلام. فايلر اضاف للنادي الاهلي، كولر انا بالنسبه لي ده افضل المدربين اللي جم، انا شخصيا رايي فيه يعني انا الراجل ده بحترمه وبقدره جدا يعني من احسن الناس اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله يكمل ويستمر بالمستوى ده. كله اضاف للنادي يعني. هو بس موسيماني انا مره في حوار معاه فكانت بدات الناس تنتقده بعد خساره الدوري العام، فقال لي وانت الناس تنتقدني ليه خسرت الدوري العام، وكان بيقول لي انا كان طبعا الاهلي ما بيخسر دوري ده حدث يعني طبعا. فقلت له الدوري العام، قال لي انا كنت جاي عشان افريقيا، قلت له لا انت جاي عشان الاهلي جاي عشان كل البطولات ما ينفعش تخسر بطوله، قال لا بس مين اكبر، قلت له لا اي بطوله عند النادي الاهلي اكبر بطوله خدتها خلاص بالنسبه لجمهور النادي الاهلي انتهت. فهو بالحقيقه كان متخيل زي اوروبا كده او زي بعض الفرق يعني مثلا في سان داونز لو خدوا بطوله افريقيا بالنسبه لهم تجوب الدوري في جنوب افريقيا، لكن قلت له لا المنتاليتي عندنا لا مختلفه مختلف. واحنا في وقت الاجيال الذهبيه للنادي الاهلي كسبوا كل بطولاته ومثلا يخسروا كاس مصر بتلاقي الجمهور مش عاجبه، ده وضع طبيعي يعني. هل حسيت في لحظه انا عارف اجابه السؤال بس لازم اساله لك يعني، هل حسيت في لحظه ان مصير المجلس مرتبط بنتيجه مباراه الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا؟ بص يا كابتن شوير برضه احنا عمرنا ما حسبناها كده بصراحه. قلت لك انا عارف اجابه السؤال لا بس لازم اساله لك. يعني عمرنا ما حسبناها كده، بس يعني لو حضرتك هتصدقني لو قلت لك انا ببقى يعني وقتها مش لوحدي يعني مع مجموعه العمل كلها في النادي الاهلي. ما انا هممنا الحوار معاك جزئين، جزء المشجع وجزء بقى بالظبط هنتكلم تاني. هممنا حقيقي البطوله ان احنا قدام الخصم التقليدي للنادي الاهلي والمنافس التقليدي للنادي الاهلي وبطوله غايبه بقى لها سنين عن النادي ان احنا نكسبها يعني لينا احنا كجمهور وكاهلي قبل ما تكون لمجلس الاداره او تحصل لمجلس الاداره. دي كانت النقطه الاولى اللي احنا نفسنا ان هي تحصل يعني، والحمد لله حصلت. هي برضو انا اللي بقى عايز اقوله انت بتجتهد والنوايا كلها بتبقى عشان خدمه النادي الاهلي يعني. انت ده الهدف الاساسي خدمه النادي، مش مثلا حد عايز يعمل مجد شخصي لنفسه مش عارف. انت بتشوف كابتن محمود مثلا في امور كتير ما بيبقى فيه يعني كل بطولات خدها ما بيطلعش يتكلم، ما بيطلعش يحتفل، ما بيطلعش يقول حاجه. فبيبقى دايما انت حاطط الاهلي هو رقم واحد عندك زي ما بنقول الاهلي فوق الجميع. فانا بشوف ان ده اللعيبه بتعمله، الجهاز الفني بيعمله، مجلس الاداره بيعمله، الجمهور بيعمله قبلنا كلنا. فده اللي في النهايه اللي بيوفق على فكره النادي الاهلي، ده اللي في النهايه بيخلي توفيق مع النادي الاهلي. تعالى انا وانت نتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب. انا مش راضي اقولها بقالي يومين ثلاثه، لكن هو الحقيقه بقاله داخل في اربع خمس ايام دلوقتي في وعكه صحيه قويه شويه، ان شاء الله بيتماثل يعني للشفاء. ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ان شاء الله. ورغم من كده بيتابع برضه الاجتماعات على زوم مع في النادي وهو مجهد جدا، ان شاء الله يا رب يكون اتمنى له الشفاء العاجل يا رب. طب انا برضه هعمل فلاش باك تاني معاك بس بالصوت والصوره، لانه كان ليك فيديو كان في قناه النادي الاهلي هنا تعالى افكرك بيه ونفكر الناس بيه قبل المباراه بايام، نشوف محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي قال ايه على مباراه القرن. انا رسالتي طبعا للعيبه ان انا زي ما قلت من شويه ان احنا عندنا كل الثقه فيهم ان هم ان شاء الله دول احسن لعيبه موجودين في مصر. هم تحملوا الكثير برضو الفتره اللي فاتت، محققين بطوله الدوري في فرق نقاط كبير جدا جدا، فده لازم نديهم الثقه. صحيح. احنا ان شاء الله اللي بنطلبه التوفيق، وباذن الله انا شايف انه الاجواء بتاعتهم في تركيز، في اخلاص جدا في شغلهم، وفي روح
يعني بقينا روح النادي الاهلي رجعت في المباراه اللي فاتت بقوه عن يعني من كام شهر فاتوا. اللي بطلبه منهم بس ان هم ما يلتفتوش لاي حاجه ثانيه. يعني لو في اي استفزازات من اي حته يعني حتى ده بقوله لينا احنا وللقناه وللجمهور النادي الاهلي انه يعني ساعات بيتبعت لي مثلا ايه ده شفت ده مش عارف قالوا ايه في القناه امبارح ده في وفاه اتعلقت يا جماعه تقول لهم يا جماعه ما حدش يرد ما حدش يستسيء ومش هنخش في الجيم دي خالص خالص احنا الجيم بتاعتنا ان احنا مركزين هدوء وتركيز هدوء وتركيز مش هنخش مش هنرد على حد مش هنخش في اي مهاترات مع اي حد لعيبه كجمهور كاداره لحد ان شاء الله من يعني نفرح الناس يا رب اللي هم يستاهلوا الفرحه دي لان هم صبروا كتير جمهور النادي الاهلي يا رب فباذن الله دي تكون من نصيبهم وان احنا يعني في ظهر الفريق مش هنسمح باي يعني حاجه تعكر المسيره او تعطل المسيره او احنا يعني مستمرين وصاحيين لاي حاجه ان شاء الله. اظن كان هاني رمزي وسام صالح اه مظبوط كان في قناه النادي في قناه النادي بس كنت بتكلم بثقه ووقتها حتى انا فاكر الفيديو ده كان عنوانه اللي هو قبل البطوله قبل البطوله بخمس ايام او حاجه كانت تقريبا ده يوم 22 نوفمبر 2020 حاجه زي كده وكان في اللي هو ان انا يعني بمعناه ان انا واثق في التتويج ببطوله افريقيا وان انا اثق بتتويج ببطوله افريقيا بس ما كنتش بقولها يعني غرور او حاجه خالص لا بالعكس الثقه انا بقول ان انا يعني بعمل كده اناليسز للاجواء اللي موجوده حوالينا احنا كنا واخدين فعلا الدوري وقتها مع بايلر بفريق كبير النادي الاهلي كان مخلصينه بدري قوي كان مخلصينه بدري جدا 18 مباراه ورا بعض خلاص الدوري فكان الفرقه مركزه كان عندنا لعيبه يعني عند كواليتي عاليه جدا الحمد لله وفي منهم اللي مستمر معانا دلوقتي وفي منهم اللي راحوا لعيبه ثانيه جت فقصدي الاجواء كلها بتركيز بفنيات بثقه كانت تقول ان النادي الاهلي هو اللي يكسب البطوله دي والحمد لله يعني ده كان توقعه وربنا اكرمنا صحيح بيبقى عليكم دور مجتمعي في النادي الاهلي كاعضاء مجلس اداره مشاكل الاعضاء الانشاءات الخدمات الاشتراكات حمامات السباحه اللعبات المختلفه لكن برضه لكم دور امام الجماهير واحنا وقتها كنا في جائحه كورونا لو تفتكر ومفيش خروجات ومفيش لكنه المظاهر الفرحه العارمه اللي كانت موجوده في الشارع اكيد برضه بتخليك كعضو مجلس اداره بتقول انا برضو انا فرحان ان انا قدرت ان انا ارسم بسمه على وجوه جماهير النادي الاهلي انا فاكر اصلا يوم احنا رجعنا على النادي على طول يعني احنا رجعنا ما روحناش البيت يعني احنا طلعنا من استاد القاهره على النادي على النادي الاهلي كان في احتفالات كبيره جدا في الشوارع وحوالين النادي وعند ناحيه التتش والبوابات وكده فلا رحنا النادي واحتفلنا وتصورنا جوه وكنا مبسوطين جدا وكنا سعداء بفرحة الجمهور الغايبة بقالها سنين دي كانت فرحتنا وسعادتنا الأولى الحمد لله وزي ما حضرتك قلت هي كانت في ظروف صعبة لأن الناس قبلها كانت كله مركز بقى ما فيش يعني كله على الموبايلات وكله في البيوت وما فيش حياة قوي فكان الناس مستنية أي فرحة يعني فالحمد لله يعني كان كانت فرحة كبيرة ومن بعديها استمرينا الحمد لله في استكمال يعني البطولات والانجازات للنادي الاهلي. شايف انها كانت نقطة فارقة في مشوار النادي الاهلي؟ بص يا كابتن شهير انا يعني برضو انا عايز اقول نقطة برضو مهمة يعني انا على قد برضو ان انا بالنسبة لي القضية ليها طبع خاص وبطولة خاصة ومناسبة لينا خاصة لكن احنا مش يعني فكرنا او احنا كنادي الاهلي مش عايزين نقف على بطولة محددة. لا ما احنا ما وقفناش احنا ما شاء الله ده احنا ده اللي انا انطلقنا يعني ان احنا ما وقفناش عندها ما وقفناش عندها بدليل وده عرف النادي الاهلي دايما يعني حتى ما وقفناش في بطولة 2006 والصفاقسي عشان كده بقول لك كانت نقطة انطلاق فالنادي الاهلي كمل بعديه بالظبط يعني قصدي يعني بنحتفل في المناسبة وبنحتفل بالذكرى الحلوة ونحتفل ان هي اضافة كبيرة لتاريخ النادي الاهلي لكن لا يعني نادي الاهلي بطولاته كبيره وبطولاته كتير وبطولاته بعد القضيه وقبل القضيه ومستمر بعدها ومستمر قبلها والحمد لله يعني يعني انا بقول دايما ايه نحتفل ونحب الحدث لكن يعني ما نقولش ان هو ده مثلا يعني في ناس ممكن تقول لك ايه لا خلاص هي دي وتمام احنا ما فيش كوره بعديها او ما فيش كوره دي اهم كانت بطوله لا هي في كوره في ناس بعديها. بتكتفي هو طموحها كده وصل شغفها هو شايف انه لا احنا لا هي اهم من اهم البطولات ومن اكثرها تاثيرا معنويا فينا وبنحبها لكن لا هي الكوره مستمره بعديها وفي بطولات بعديها ولازم ننافس بعديها وما نقعش بعديها وكل الكلام طيب ده لازم الحمد لله سراج من ساعه هذه البطوله بفضل الله سبحانه وتعالى وحتى الان
والأهلي لم يفارق كأس العالم للأندية. الحمد لله. وما بين أكتر من مرة أخذنا مركز ثالث، مرة خرجنا أو لكنه وجودنا في المحافل العالمية، وأنت برضو لك علاقات يعني، والجميل أنه مثلا طبعا كابتن خطيب، مهندس خالد مرتجي، حضرتك طارق قنديل، دكتور شوقي، كابتن حسام غالي، محمد الجرحي، الغزاوي، الضماطي، كلكم ما شاء الله، مي، كلكم مهند، كلكم منورين بسم الله ما شاء الله. هنا بدأت تحس بقيمة النادي الأهلي لأنك بقيت متواجد في كل الأحداث والمناسبات العالمية الكبرى وعلى رأسها كأس العالم للأندية. أعتقد أنا استشعار قيمة النادي الأهلي واسم الأهلي اللي بقى خلاص دلوقتي بيضاهي الأسماء العالمية والأوروبية والأسماء الكبرى. ده حقيقي والحمد لله. يعني ده بدأ برضو يعني الأجيال ومجالس الإدارات السابقة اللي قبلنا فبدايتنا يعني من دخولنا في كأس العالم في 2005 و2006 وبعديها الحمد لله الجيل الحالي ومجلس إدارتنا حاليا الحمد لله اشتركنا في أكبر عدد ممكن من البطولات، والبطولة الكبيرة بقى اللي جاية إن شاء الله في أمريكا في 2025 دي هيكون إن شاء الله حدث يعني فريد من نوعه والأول من نوعه يعني. فطبعا شرف للنادي الاهلي انه بيمثل مصر وبيمثل افريقيا كبطل القاره في هذه البطوله. فطبعا لا ده كابتن شوبير احنا بنحسه واحنا بنشارك في البطولات وبنحسه، حتى يعني انا بحسه لما بروح مثلا مؤتمرات او حاجات ورش عمل او حاجات يعني ما تبقاش ليها بعد جماهيري او بعد اعلامي كبير، لكن حقيقي مش بقولها برضه مجامله، لا انا بحس الناس اللي قاعدين معانا على الترابيزه في بنعمل عرض، بنعمل اي برزنتيشن، ورشه عمل، لا الناس عارفه قيمه النادي الاهلي كويس جدا، عارفه ان ده النادي الاكبر في افريقيا، عارفه انه بيشارك في بطولات عالم. ده انا بلمسه حتى لما بنتكلم مع اي زملائنا في انديه اخرى او مؤسسات عالميه اخرى، ده موجود من زمان صحيح. الحمد لله وانا يعني بتشرف بده ان كنت واحد من مجموعه عمل كبيره ساهمنا في ده، واضفنا مع كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي والاجهزه الفنيه واللاعبين ده. لكن الحمد لله يعني ده انا بلمسه في كل مكان بروحه يعني وبتشرف بيه دايما يعني. طيب سميت هذه المباراه بمباراه القرن. ايوه. ومن قبلها كان نادي القرن يعني. مظبوط. شايف ان المسميين لايقين على بعض وماشيين في سكه واحده؟ طبعا هو نادي القرن مسمى اقوى ومسمى بشوفه دايما الاحق بيه النادي الاهلي. وخليني برضو كابتن شوير يعني طالما اثرنا النقطه دي برضو اوضح حاجه، عشان انا يعني ممكن ما بحبش نرد قوي في الحاجات دي، لكن في امور لما بتوصل من مسؤولين وتوصل مثلا مسؤولين يبداوا يتهموا ناس على قيد الحياه او ناس مش على قيد الحياه بانه ده جامل هنا وانه اصل ده زور هنا وانه ده مش عارف عمل ايه هنا، وبتبدا مع احترامي بتبقى دي ناس كبيره وناس مسؤوله وفي اجيال جديده ما شافتش الحاجات دي وما شافتش وما عشرتش الناس دي، فالسوشيال ميديا بتنقل من هنا وتغير كلام من هنا وتزود من هنا، وكله بيعتمد على ان هو مش قادر يبحث عن المعلومه الدقيقه فبياخد المعلومه من على الوش زي ما بنقول. لكن لا عشان احقاقا للحق ومش عشان انتمائي للنادي الاهلي، وانا بحترم نادي الزمالك جدا وهو المنافس التقليدي للنادي الاهلي، وطول ما انت المنافس على فكره بتاعك منافس قوي ومنافس محترم وليه جماهيريه وليه شعبيه وليه تاريخ، ده بيحفزك اكتر زي اي منافسه حتى ما بين اثنين لعيبه في نفس المركز يعني. فده احنا بنحترمه، لكن خلينا نقول بالمنطق وبالعقل بتحليل بسيط يعني، انا مش موضوع بقى النقاط اصل الكرايتيريا كانت ايه في 94 وفي 97 وفي 2000، لا انت حته عدد البطولات كنادي اهلي في وقت من الاوقات ان 7 بطولات او 9 بطولات او وات ايفر، انا عايز بس اقول حاجه ان 9 بطولات حتى للي كان مشارك فيها نادي الزمالك في منهم جزء كبير جدا يكون تلتهم النادي الزمالك كان داخل مكان النادي الاهلي فيهم. صح صحيح. دي نقطه يمكن في ناس تاجيال وده مش تقليل من نادي الزمالك على فكره. نعم. واللي حتى البطولات دي لما نادي الزمالك حققها لا حققها بمجهود وحققها بلاعيبته وبجمهوره وكل حاجه، لكن اللي عايز اقوله ايه؟ احنا من الاول في البطوله سنه 86 حركه تبقى يعني واعي الكلام ده كويس جدا وفاكره كويس جدا، مشارك فيه طبعا في قلب الحدث، ان 86 النادي الاهلي هو اصلا بطل الدوري 85 والنادي الاهلي برضو عشان انا بقول ده للناس او الاجيال الجديده او الشباب اللي هم ممكن يبقوش عايشوا ده، ان سنه 6 رغم ان انا مواليد 86 بس انا عارف المعلومه يعني ذاكر، فانا 85 النادي الاهلي كان بطل الدوري. فنادي الاهلي عشان كان كسبان بطوله الكؤوس الافريقيه كاس الكؤوس الافريقيه فعايز يحافظ 84 85 فالنادي الاهلي كان بطل الدوري والكاس 85 فاختار انه يشارك في ابطال كؤوس افريقيا 86 عشان يحتفظ بيها كانت الفكر ساعتها ان 3 مرات تحتفظ بيها مدى الحياه، فوقتها مجلس الاداره فضل انه يشارك في البطوله دي، فبالتالي وصيف الدوري النادي الاهلي نادي الزمالك ولو كل الاحترام شارك في 86
وتوفق فيها وخدها للنادي الاهلي. نفس القصه على فكره حصلت نادي الزمالك 84 مع المقاولين العرب. نعم. نفس القصه بالظبط، كان المقاولين برده كسبان البطوله. نعم. 82 و83 وشارك برده في كاس الكؤوس، كان الزمالك برده مش بطل الدوري ولا الكاس. نفس القصه في 96. 96 النادي الاهلي، انا بداياتي بقى ده انا وعيت عليه، انا بدات بقى يعني اشجع يعني وابقى مندمج في القصه من 94. كنت 8 سنين ساعتها من سنه 94، فده بدايتي. والحمد لله بدات ايه من 94 دي النادي الاهلي خد دوري 7 مرات ورا بعض. صح. النادي الاهلي اتظلم في بطوله السوبر بتاعت افريقيا بتاعت 94، كان ظلم يعني واضح جدا. ممكن حكم يعني اخطاء مش طبيعيه في المباراه. القصه الحقيقيه عندي بس انا مش قادر اقولها. انا وعدت الناس ان في يوم من الايام هقولها، لكن والله العظيم ثلاثه انا باقسم بالله القصه الحقيقيه عندي بس انا مش قادر اقولها. يعني ده بقى بيودينا يا كابتن شوبير لحته ثانيه. نعم. ان انا 94 النادي الاهلي وقتها بعد احداث المباراه، فكابتن ابراهيم حسن اعترض بشده على الحكم، فطلع له ايقاف سنه محليا وقاريا وعالميا وكل حاجه، وانذار بالتوجيه انذار لكابتن طارق سليم بالايقاف. نعم. اجتماع طارئ لمجلس اداره النادي الاهلي. عدم برئاسه كابتن صالح سليم رحمه الله عليه، عدم المشاركه في بطولات افريقيا او عدم المشاركه في البطوله القادمه. فبالتالي قرار الاتحاد الافريقي عدم مشاركه النادي الاهلي 3 سنين ورا بعض. مظبوط. لما كانوا 95 96 97 النادي الاهلي كان بطل الدوري في ال3 سنين دول. نعم. بالتالي نادي الزمالك برضو شارك في 96 مكان النادي الاهلي. هو نادي الاهلي وشه حلو عليه يعني. المفروض يبعتوا لنا جواب شكر على فكره، مش يقولوا لنا احنا نادي القرن. فنادي الزمالك ساعتها كسب بطوله 96 وكسب 97 السوبر. نعم مظبوط. الافريقي بناء على 96 قدام المقاولين العرب. ايوه صح. تمام. فدول انا يعني انا على فكره عشان تاني من الكلام ما يروحش في السوشيال ميديا غلط يقول لك ده بيقلل، لا، نادي الزمالك اجتهد ودخل البطولات دي باجتهاده وبدون مجاملات وكسبها بعرقه وبجهده. لكن انا اللي عايز اقوله انه لو النادي الاهلي اصلا كان مشارك في البطولات دي بقراره. نعم. هو لا، شوف، كان على الاقل يا كابتن شوبير، انا مش هقول ان احنا كنا هنخش يعني. طبيعي كنا هناخد البطولات دي، بس على الاقل انت التسعه دي كانت هتبقى 6 يعني. لا هو بس عشان فانا بس عايز اقول ده الطبيعي، ان انت كمان محليا كنت مسيطر في طول السنوات الثمانينات التسعينات، فانا مش طبيعي ان انا ابقى محليا. عشان اريحك انا ما بحبش اتكلم في الموضوع. انا بس انا بقولها ليه؟ عشان نقفل بقى القصه دي، ان انا ده جامد. لا ما تقفلهاش بالعكس، ومش عارف مش عايزك تقفلها. والشخصيه المحترمه مش من مصلحتك انك تقفلها. مصطفى مراد فهمي راجل يعني راجل جميل بيتهاجم بشكل مش طبيعي. حاجتين بس مهمين على حاجه مش حقيقيه. انه بالعكس مش من نصيحتك تقفلها وخليها شغله الاخرين، خليهم ينشغلوا بها كثيرا. لكن هو القصه انه مصطفى مراد فهمي كان عضوا في مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت اللي اتخذت فيه العقوبات ضد ابراهيم حسن، عضو معين، وضد الكابتن ضد الكابتن طارق سليم، والاهلي انزعج بشده وقرر الانسحاب من البطولات الافريقيه. والمهندس مصطفى مراد فاهم سكرتير الاتحاد الافريقي كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. مظبوط. وده اغضب الكابتن صالح سليم جدا، وبعد كده خلاص هو كان عضو معاهم فما جاش ما دخلش. ده عشان بس ننفي شبهه الانحياز. ادي نمره واحد. نمره اتنين، انت عندك نظام كريتيريا اتحط تحدد بيه من قبلها ب6 سنين. ايوه ماما. فالقصه محسومه بنسبه كبيره. دي بقى اتناقشت كتير جدا، لكن اللي ما اتناقشتش قوي الجزء اللي انا بقول بتاع المشاركات. لا مش مهم. لا هو شارك يعني. انت في لا لان انا بقول ده بايه؟ بالمنطق او بالعقل. لا انا يعني اللي يهمني انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، لكن اللي يهمني انت اتحاد افريقي ما حطش المعيار ده سنه 2000 ولا 98 ولا 97، حطه من قبلها بكتير جدا. هو ملوش علاقه انت شاركت ولا ما شاركتش، انت كنت بطل وسبت، ده دي مش مشكله الاتحاد الافريقي. لكن المعيار بتاع التقييم كان موجود وموجود من بدري، وخلصت القصه. والاهلي هو نادي القرن، والاهلي هو لا. وبعدين النادي الاهلي لو بيتجامل من الاتحاد الافريقي مش هيمنعه 3 سنين ان هو بالظبط. انا بقول لك كان ساعتها الاتحاد الافريقي كان عضو مجلس يعني لو في نيه ان انت تاخد اللقب ده مش هيمنعك ان انت تشارك يعني. اجمل لحظه في مباراه القرن، اجمل لحظه في مباراه القضية بالنسبه لمحمد سراج. اجمل لحظه اكيد لحظه الهدف يعني. لحظه الهدف طبعا. نعم طبعا يعني لحظه الهدف وصافره النهايه. صافره النهايه انا اجمل لحظه. لا بس هي لحظه الهدف بتبقى يعني بالنسبه لك مفاجاه يعني. انت صافره النهايه قاعد مستني وعارف ان ايه ان شاء الله 8 دقائق او الوقت الضايع هيخلص هيصفر، لكن الجون انت مش متوقع هيجي. انت عارف انا ايه ساكن ملمس مع ميت عقبه يعني. كلهم حبايبنا هناك والوزاز يعني. انا اخر مهندسين واوائل ميت عقبه يعني. فانا ليا حته كده في البيت معينه بقعد اتفرج فيها، بقعد مربع كده وجنبي مراتي، ومحدش يتفرج معانا خالص، وهي طبعا بتفضل تلف بتبقى قلقانه يعني. فالمهم في قهوه كبيره جدا تحت البيت، ف
فجبنا جون بدري عمرو السليه. فانت متعوبه يعني المفروض كان في زمانك. فلقيت صوت عالي جدا، قلت ايه ده؟ فبصيت بسرعه فلقيت اهلاويه كتير قاعدين على القهوه. طيب تمام. المهم لما شيكابالا جاب جون التعادل الصوت كان اعلى بقى، بس بصوت اعلى طبعا لان انت في المنطقه وسط المكان. برضه بصيت ده وكان جول حلو، او كان جول حلو طبعا. فبعد الجول بقى بتاع قفشه فلقيت الصوت عالي جدا بشكل يعني يخض. كان جون احلى. لا لا انت عارف انت بتتكلم في معقل زملكاوي. ايوه طبعا. فلقيت صوت عالي جدا، اهلاويه كتير جدا قاعدين وانطلقوا. وبعدين استنيت بقى مع صفاره الحكم. انا الشويه بقى اللي بعد الجون دول هم كانوا اصعب شويه عليا، اصعب شويه. أيوة عليا طبعا. هم دول اصعب شويه عليا. هم دول كانوا صعبين جدا لان انت وعيني كلها على الحكم هيصفر امتى. هي عايز الماتش يخلص بقى خلاص. فصفر يعني. فروحت جاري على البلكونه عشان اشوف الناس، فانطلقت افراح. فكانت مفاجاه مدويه بالنسبه لي انه من المعقل ده العدد الكبير جدا الاهلاويه اللي كانوا موجودين هناك. تعال ناخد كده مش بريك، نتفرج على نسمع اغنيه حلوه ونستعيد الذكريات مع الاهداف ومع البطوله ومع القضيه ممكن. وبعدين عندنا اسئله كثيره جدا مع اللي منورنا النهارده مهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا معانا سوشيال ميديا ومعانا ناس كتير هتسأل هنخليها بس شوية. لكن عايز أسألك سؤال مهم، هو استاد النادي الأهلي وانت ليك دور في هذا الملف وبقى حلم جماهير النادي الأهلي بتسأل بتتساءل الأخبار إيه؟ هو حاليا استاد النادي الاهلي في القلعه الحمراء. نعم. برئاسه محمد كامل. استاذ محمد كامل طبعا. والناس عامله تصور محترم جدا للمشروع وتحالف كبير جدا تم الاعلان عنه في شهر 6 لاسامي الشركات سواء المشاركه كمقاولات او الاستشاريين. نعم. الهندسيين او التمويل او خلافه. وهو الراجل شغال معاه مجموعه عمل قويه جدا. كويس. وناس خبرات كبيره من مجالات مختلفه ووزراء سابقين فلا هم ان شاء الله القصه معاهم. وطبعا بالتعاون مع شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه. وطبعا حصل تشكيل جديد برضو لشركه. نعم. النادي الاهلي للمنشآت الرياضيه. مع كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره. نعم. النادي الاهلي لا استاذ ايمن حسين شركه الكوره. الكوره في استاذ تامر. شركه الاهلي منشات او مهندس. نعم. تامر طبعا. شركه النادي الاهلي للمنشات الرياضيه. فطبعا هو بالتعاون مع شركه النادي الاهلي للمنشات الرياضيه مع التحالف او مع القلعه الحمراء. نعم. هو ده ان شاء الله باذن الله اللي يعني بالتعاون مع بعض هيتم الاعلان في الوقت اللي هيحدده طبعا كابتن محمود الخطيب معاهم. هل الامور اقتربت ولا لسه بعيده؟ برضو انا افضل يعني هم قصه معاهم فافضل هم اللي يوضحوا يعني. هم اللي يوضحوا. ان شاء الله نراه قريبا باذن الله. برضو انت كان ليك فكره في تطوير استاد التتش مش كده ولا انا مش واخد بالي؟ لا احنا وقت استاد التتش كنا بس عندنا فكر. ان احنا نغير الارضيه بتاعه الاستاد. وكان بقالها كذا سنه الفكره دي والكابتن يعني كان مرحب بيها لكن الوقت ان احنا عندنا دايما يعني في مصر تلاحم المواسم الرهيب اللي ما بيحصلش في العالم كله. فما فيش وقت عندك يعني احنا كنا محتاجين يعني كام شهر مثلاً. على الاقل عشان تغير الارضيه فهتروح تلعب في طبعا كان كل مدير فني كان دايما مثلا الكابتن يرجع للمدير الفني هو صاحب الشان او صاحب الراي فيقول له انا نفسيا مش عايز اطلع اغير كل الـ حتى غرف الملابس بتاعتي والجاكوزي والساونا والجيم. نعم. والحاجات دي اروح. نعم. مكان تاني واللعيبه وكان مثلا انت داخل على ماتشات دوري وماتشات افريقيا. صحيح. فكان كذا مدرب على فكره وقت فايلر. نعم. هو عايز يغير بس هو ما عندوش متسع. يعني المدربين كلهم عايزين بس فيش ما كانش فيه متسع بس بدات الاونه الاخيره حتى متهيألي في تحسن جامد في الارضيه. في تحسن جامد في الارضيه لانه بدا برضو في شركه صيانه كبيره عالميه برضو اللي اشتغلت في استاد القاهره وفي استادات اخرى هي اللي متوليه الامر. نعم. فشغالين بشكل كويس يعني. الجمعه القادم في انتخابات لكن نعم. هذا الهدوء الشديد جدا وهذا الايثار من اعضاء النادي الاهلي وانا بقولها المسانده من اعضاء النادي الاهلي لمجلس الاداره انه ما حدش تقدم دكتور احمد ابو النصر ثم تنازل لم يبقى سوى المستشار محمود فهمي احد قامات النادي طبعًا الاهلي طبعًا. عبر تاريخه لمنصب نائب الرئيس لكنه مش حاسين انه في انتخابات على الاطلاق. وحتى انا كنت في النادي الكام يوم اللي فاتوا ما حدش خالص كانت الناس كلها بتتكلم. والله اللي فكرني بس كان دكتور احمد ابو النصر كان معلق يافطه كده قدام النادي بس لسه موجوده ما اتشالتش يعني. شايف انه ده تقدير من الاعضاء من الاعضاء للمجلس وايضا لاسم الراحل
العامري فاروق حتى ظل اسمه نائبا للرئيس حتى نهايه الدوره. طبعا يعني خلينا نتكلم بس عن سياده الوزير العامري فاروق رحمه الله عليه، لانه ده من اكثر الناس اللي اثروا فينا كلنا، يعني اثروا فينا من الناحيه المعنويه والشخصيه ومن الناحيه الاداريه في النادي كمان، لان كنا بنتعلم منه جدا. راجل كان درجي وشغوف ومخلص وما بيسيبش تفصيله واحده، والحقيقه وكان يعني دايما يعني بيحتوي برضو يعني مشاكل موجوده مثلا عندنا كشباب، لو في حماس لو في افكار لو بيسمعنا بيقعد يتكلم معانا بيشجعنا حقيقه من الشخصيات اللي مش هتتعوض يعني طبعا. مكانه يعني طبعا افتقدناه كلنا، ورحمه الله عليه، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. اكيد الفتره اللي جايه دي باذن الله هيكون في جمعية عمومية للنادي الاهلي يوم 28 ويوم 29 في جمعية عمومية للنادي الاهلي. نعم. اكتملت الجمعية طبعا في مستشار محمود فهمي، القامة العظيمة الكبيرة ربنا يديله الصحة. ما اكتملتش، احنا الوضع بيبقى لا انا خلاص ده اوكي، بس انا بتكلم على سلوك اعضاء النادي الاهلي. بالظبط بس التفاف اعضاء النادي الاهلي لا بصراحه حول المجلس. على فكره ده الكابتن الخطيب ده كان بالنسبه لنا مش مفاجاه، يعني مش مفاجاه بالنسبه لنا. يعني ما كناش مثلا يعني حاسين ناس، احنا دايما عندنا الطبع فعلا اللي قلته حضرتك في اول كلامي، يعني مصلحه النادي هي اللي دايما بتبقى رقم واحد، وده طابع الاعضاء في النادي الاهلي وطابع الجمهور وطابع حتى مجالس الادارات السابقه. يعني ما كانش حد عنده مطمع من مجلس اداره سابق مثلا واسامي كبيره كلها موجوده بره حد ينزل على المنصب ده، لا الناس كلها محترمه النادي ومحترمه نفسها ومحترمه الكيان اللي هي فيه كاعضاء كمجالس ادارات كجمهور، فده سلو النادي الاهلي. يعني كنت من كام يوم كده مع واحد من يعني ايه رموز المعارضه الشديده داخل النادي الاهلي، كلهم اصدقاء يعني بلا استثناء، فسالته فقلت له انا توقعت انك تترشح لمنصب نائب الرئيس، قال لي انا؟ قلت له هو معارض يعني لديد، يعني معارض يعني. فقال لي انزل ليه؟ فقلت له حقك طبيعي انك تترشح يعني. ففوجئت الحقيقه برده، قال لي المجلس ماشي كويس جدا، المسيره زي الفل و100 فل و14، واحنا في النهايه عايزين نادي كويس، فالنادي ماشي كويس، ماشي رياضيا كويس، ماشي انشائيا كويس، ماشي اخلاقيا كويس، فانا ليه حتى اعمل اسبوع خميره عكننه على النادي. فعجبني قوي طبعا، ما هي والله عجبني جدا رد رد يعني. رد طبعا محترم يعني طبعاً يعني بالعكس انا وهو يعني هو ده زي ما قلت حق في البدايه، يعني هي بتبقى النوادي اللي بتنجح النادي وتوفق النادي، ان الناس كلها صحيح. بتبقى همها الاول نعم. النادي الاهلي، ومش همه حاجه شخصيه ان انا هخش ازاحم اخش استغل فرصه معينه ان انا اخد منصب معين. شايف النادي ماشي بشكل كويس، لو النادي مش ماشي بشكل كويس هو شايف ان هو هيقدر يخش كاضافه طبعاً. هيدخل والاعضاء بيتفهموا ده باي حد طبعا بالظبط، عندهم الترمومتر ده ان هم يعرفوا يميزوا ما بين الجميع. انا عارف ان علاقتك بجمهور النادي الاهلي علاقه جيده جدا يعني، وفي لقاء سابق كنا تحدثنا عن ازمه جماهير النادي الاهلي، والحمد لله والشكر لله انفرجت الازمه بشكل كبير جدا جدا وفي طريقها ان شاء الله لل أتمنى النهايه ان شاء الله. والحقيقه الدولة واخدة خطوات ممتازة في هذا الأمر، ونسمع أخبار طيبة قريبا بإذن الله عن باقي أولادنا. أزمة جماهير الإسماعيلي انفرجت الحمد لله كلهم، ودي أسعدتني جدا والله إن جمهور النادي الإسماعيلي طبعا كلهم يعني في النهاية كل إحنا إخوات وشباب وبيبقى حماس كلهم يعني حماس الشباب، فانت برضو يعني بتبقى بتتاثر جامد يعني حتى على الاهالي اللي بتبقى اولادهم بقى لهم سنه ونص وسنتين، موضوع صعب جدا يعني طبعا. فصح زي ما حضرتك قلت حصل خطوات ايجابيه، والدوله مشكوره الحمد لله في كل الجهات الامنيه ساعدت واعداد كبيره خرجت، لا زال في اعداد تانية موجوده جوه في قضايا مختلفه. اتمنى ان شاء الله يكون في نظره ليهم ويخرجوا مع بقيه المجموعات ويتم بقى احتواء جديد لروابط الجمهور وللشباب لكل الطوائف يعني الاهلي زمالك اسماعيلي. الاهلي فاميلي الجديده دي عجباني الحقيقه، يعني هو كله بيبقى ليه فكره وكله بيبقى ليه طريقته يعني، لكن انا في النهايه بعيدا عن المسميات يعني اتمنى ان يبقى في نظره لروابط الجمهور القديمه مره اخرى يعني. حتى يعودوا كمان لتشجيع المنتخب لانه ده مهم، هي يعودوا لتشجيع المنتخب. احنا في وقت من الاوقات كان عندنا كل الانديه وكل الجمهور الانديه كان بشكل قوي جدا متواجد على الارض، وكان الجمهور كله بيبقى في ظهر نادي، وبالتالي كان الجمهور ده عنده شغف وعنده حب، فكان كلهم بيروحوا مع بعض بقى ماتشات المنتخب لان كان في حاله معينه.
الحالات دلوقتي ممكن فيها تخوف شويه، فيها قلق شويه، حتى الاهالي خافوا، بس هي انا شايف ان في خطوات بتحصل صحيح افضل ان شاء الله. اتمنى وانا عايز احيي مجلس اداره الاهلي الحقيقه، لان انتوا قايمين بدور جبار في كل الاتجاهات، حتى في موضوع التذاكر وفي موضوع اسعار التذاكر والتفاوض، لانه يعني انا خايف بكره جدا انه الجمهور، لان مدرب فريق استاد ابيجان قال لك ان الرعب عندي من الجمهور بتاع النادي الاهلي، وهو اتفرج على ماتش العين وكان القصه بالنسبه له العين دي، لان انا ليا علاقات جيده باخواتنا في العين، قالوا لي لحد دلوقتي احنا مش مصدقين المنظر المرعب اللي حصل قدامنا. ماتش العين احنا حتى كنا انا ومحمد الجارحي كنا في استقبال الوفد بتاع النادي العين في المطار، ناس محترمه الحقيقه جدا قوي. ماتش خلص 3-0، فاحنا شفناهم جنبنا في المقصوره بيبتسموا سعداء، ورحنا سلمنا عليهم يعني ونقول لهم هارد لك وكده، كانوا منبهرين بشكل بيصوروا ومبسوطين، وخدنا صور مع بعض كلنا، وحاله يعني تالف جميله، واخواتنا وحبايبنا، وكانوا شكل الجمهور جميل بالنسبه لهم وعاجبهم، والاستاد مليان والكلام ده. ونتمنى ان ده يكون موجود ان شاء الله بكره. اتمنى يكون موجود بكره، اتمنى يكون موجود في ماتشات الدوري، يبدا نرجع تاني للساعه الكامله، لان برضو يا كابتن شوبير الموضوع ده غير اللي هو اهم في حاجه، موضوع معنوي كجمهور، انت برضو الناحيه الثانيه بقى كموضوع بنتكلم كايرادات او كده، نادي طبعا متاثر جدا، انت بيمثل لك انت عالميا موضوع التيكتنج او الجماهير ده 30% من ايرادات الانديه. مظبوط مظبوط. احنا هتيجي تحسبها في النادي الاهلي مش مكمل 1%. 1% انت مش بيجيب لك حاجه تقريبا يعني كماتشات دوري وكحتى بالمقصوره الرئيسيه بتبيعها سيزون تيكت بالاماميه بكل حاجه، مش مكمل 1%، مش مكمل اللي بيدخلك مثلا 20 مليون جنيه في السنه ولا حاجه، وانت في مصاريف يعني، انت الاستاد القاهره في رنت للاستاد وفي خدمات امنيه وخلافه، فانت ما فيش يعني بالنسبه لك مش بيدخلك حاجه يعني يعني فطبعا نتمنى ان هو يبدا يرجع بشكل قوي زي زمان. ده جزء من العين قبل المباراه، انت عارف المباراه كانت بالليل والجمهور كان من بدري موجود في الاستاد، صوره تظل خالده، وبعدين هجيب لك الصوره والملعب كله بقى مليان على اخره بالجماهير اللي الحقيقه عملت ملحمه. وانا دايما يعني بارخ لمباراه الكره المصريه، ده من وجهه نظري انا الشخصيه، بعض بيغضب مني ما قبل مباراه العين وبعد ما قبل مباراه الاهلي والعين وبعد مباراه الاهلي والعين، مش الحضور الجماهيري، الحضور بيبقى مليان على اخره، لكنه طريقه التشجيع وشكل التشجيع والاستنفار العام بكل الحب وكل الاحترام للمنافس والمسانده الرهيبه جدا لفريقك في هذا اللقاء من قبل المباراه وفي وسط المباراه وبعد المباراه، انا ما كانش في غلطه، ما كانش في غلطه الحقيقه، ما فيش غلطه حقيقه من الجمهور ومن الامن ومن كل الجهات والله الحقيقه يعني هم كله كان متعاون جدا في اليوم ده، وحتى لما حصل بعض الاخطاء من مجاميع قليله او تذاكر ما كانتش موجوده، لا طلعوا بعديها على طول يعني الدنيا كانت اتعالجت بسهوله، تذاكر مزوره وانت يعني قصدي الدنيا مشيت، هو ده اللي بنتمناه ان كله يبقى بسلاسه يعني صحيح. لكن الشكل كان رائع، الشكل كان رائع ومنظم. بص المنظر ده، انا بقول لك ده مشهد فريد من نوعه يعني. انا بقول لك مش حضور اولا، تقريبا 99% بالتيشيرت الاحمر، الغنى والهتافات والتشجيع لم تنقطع من قبل المباراه بساعات حتى نهايه المباراه، ما شاء الله في مسانده ومؤازره. لا اليوم ده يظل عالمي، عشان كده بنتمنى الاستمراريه ان شاء الله لكل جمهورنا، بنتمنى ان كله يتلاحم مع بعضه، بنتمنى ان المشهد اللي بنشوفه في القاهره نشوفه في المحافظات، نشوفه يبقى كل يعني الجمهور النادي الاهلي على قلب رجل واحد او كتله واحده، ما يكونش فيه تفككات او مجموعات مختلفه يعني. اللي ما راحش بتيشيرت احمر يوميها، بس هو يا تيشيرت احمر يا تيشيرت بتاع النادي الاهلي برضه يعني، نادر واحد بس يكون بردان شويه لابس جاكيت تريننج ولا حاجه، لكن الكل الحقيقه بالشكل الجميل. هم شباب مشكورين كلهم. مشكورين جدا. بس عندي اسئله، بس تعالى ناخد شويه اسئله كده من السوشيال ميديا، لان عندنا عاملين هاشتاج اسبوع القاضيه، تعالى نروح كده لبعض الاسئله ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع اللي منورنا محمد سراج. عمرو الدالي، تحياتي كابتن شوبير واستاذ سراج العضو النشط والفعال، عايزين صفقات لكاس العالم 2025، رد على ده الاول. زي ما قلنا برضو في البدايه ان احنا بنثق جدا في رؤيه كابتن محمود الخطيب مع قطاع الكره في النادي الاهلي، بيبقى في تلبيه احتياجات للنادي ولقطاع الكره وفريق الكره، مع طبعا الاتفاق مع الجهاز الفني. نعم. يعني انت مش بتجيب صفقات مع نفسك كده، او لا طبعًا. بيبقى طبعا في اتفاق،
طبعا اكيد اكيد النادي الاهلي لازم قبل 2025 يكون في تدعيم بصفقات، ده انا متفق معاه طبعا. ولكن انا اللي عايز اقوله انه انا اثق في رؤيه يعني قطاع كره القدم في النادي مع كولر انه ان شاء الله يكونوا يختاروا الصفقات الافضل اللي تناسبنا بعد كده. كل الرساله وكل بيبقى الدعم في الاخر مجلس اداره، يعني احنا بالتاكيد ما بنعتمد ماليا الصفقات، احنا مش يعني مش بنتاخر عن ده خالص في النادي، بالعكس احنا بنبقى عايزين ان احنا ندعم بافضل طرق. ممكن يبقى في اوقات اتاخرنا فيها شويه واوقات ما توفقناش فيها، لكن في النهايه اكيد الاستراتيجيه ان احنا ندعم الفريق بافضل شكل ممكن. اللي بعده، انا دمي فلسطيني. مساء الخير والسعاده عليك كابتن شوبير وعلى ضيفك المحترم محمد سراج اللي بنسميه مسؤول بروح جمهور الثالثه شمال. سؤالي ليه، ايه هي اصعب بطوله عشتها مع الاهلي؟ وهل الاهلي هيقدر يتعاقد مع مهاجم قوي جنب وسام قبل كاس العالم؟ احب اقول لحضرتك نورت قناه اعظم نادي في الكون. اشكرك، ربنا يخليك. نحيي طبعا الاول العالم الرائع والعظيم واسم فلسطين، وربنا رب ينصر اهلنا يا رب يا رب. اللهم انصر دائما يا رب. يعني فلسطين ولبنان وكل مكان طبعا في كل الدول العربيه يا رب. طبعا زي نفس برضو رد السؤال اللي فات ان دي طبعا هتكون رؤيه لمستر كولر مع قطاع الكوره، واكيد كابتن محمود الخطيب مش هيتاخر عن طلبات مستر كولر قبل ما بطوله كاس العالم 2025. دي بطوله هامه جدا في تاريخ النادي الاهلي. احنا عندنا مرحلتين اعتقد في يناير وكمان 1/6 هيكون في الفرق المشاركه، فاعتقد لا اكيد اكيد هيكون المناسبتين دول فيهم فرصه للتدعيم باذن الله للنادي. اللي بعده، عبد الرحمن وبرضو علم فلسطين. اهلا يا باشمهندس محمد سراج، ليه اسعار التذاكر في الاهلي لا يتم خفضها ما تكونش ب 50 جنيه زي المنافسين؟ وده هيفرق كتير في الحضور الجماهيري. من البدايه بس بقول لك انه مجلس اداره النادي الاهلي باذل مجهود رهيب جدا 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 في هذا الامر، وانتم ساهمتم اكتر من مره في هذا الامر، واعتقد ان انتم شغالين في محاولات كثيره من اجل بالعكس. يعني اخر اجتماع لجنه امارات كابتن محمود حضر معنا كان قبل التعب، يعني الكلام ده من حوالي مثلا اسبوعين ثلاثه، وبالعكس هو كان عايز ان هو احنا نخفضها لسعر 50 جنيه. كان احنا عندنا برضو بيبقى ساعات في حاجات غايبه عننا شويه، ان احنا من ضمن الحاجات ان احنا مش لوحدنا في موضوع التذاكر. احنا تذكرتي معانا فهي بتطبع هي التذاكر وليها تكلفه على التذاكر والكلام ده كله، فتكلفتها هي لوحدها بتبقى فوق ال 50 جنيه دي، فهي تقول لك انا مش هينفع ان انا ابيعها اقل من 50. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في اصلا جواب في اللائحه او جواب جاي لنا، واللائحه بتاعت رابطه الانديه تقول لك وده احنا برضو اتكلمنا فيه وبعتنا لهم عليه، ان الحد الادنى 75 جنيه للتذكره. نعم. وعلى فكره يعني هو برضو دي انا حابب برضو اضيف فيها ان احنا دي مبعوته لنا رسمي من الرابطه انها 75 جنيه، فطبعا دي نتمنى ان هي تقل وبنتكلم فيها معاهم. ولازم برضو يبقى في حد اقصى طبعا. انا شايف انه لازم في حد اقصى. ليه؟ لان ما تفتحش المجال. انت عندك الدوري معظمه ثلاث ارباعه انديه شركات. تمام. انت ممكن تيجي في وقت من الاوقات المباراه اللي بيملكها نادي شركات قدام مثلا نادي جماهيري فمش عايزه يحضر لسبب ما، لسبب منافسه، لسبب كذا. ده حصل معانا. فكانت التذاكر وصلت لالاف بشكل مش منطقي. بس الجماهير كانت عظيمه. والجماهير كانت عظيمه طبعا. عظيمه. لكن قصدي من الاول انه ده لازم يتم حكايه، ولازم برضو ان حته ال 50 50 مفيش حاجه اسمها ان انا بلعب في الهوم بتاعي. وابقى عليا 50% بس والاوي ليه 50. ما هو ده ما بيحصلش بره. 5% مثلا. فاحنا برضو دي بنحاول ان احنا نخفضها ل 25. يعني في امور كده في اللائحه دي مش بتاعت النادي الاهلي بس احنا بنحاول فيها. يعني. حلو. اللي بعد، مهندس محمد علي. مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك والنسر الاهلي استاذ محمد سراج. ايه الطريقه اللي نقدر بيها نجيب حقوقنا ونرد الظلم اللي بيواجهه النادي الاهلي احيانا من المنظومه الرياضيه عندنا وما فيها من تجاوزات واخطاء تحكيميه واعلاميه وهكذا؟ حارس الاهلي اعلاميا احنا حارس الاهلي موجودين، ما تقلقوش يعني. لا احنا اكيد طبعا كمان المجلس كمان يعني ما شاء الله احنا المجلس يعني لما بيكون في اي اخطاء من اي نوع دايما بيكون في اكشن وفي حركه وفي اجتماعات وفي بيانات بتصدر وفي اعتراضات وخطابات وخلافه. اما اعلاميا فانا حقيقي مش مجامله بس شايف ان الحمد لله قناه النادي الاهلي وبرنامج حضرتك ويعني منصه اعلاميه قويه للدفاع عن النادي. يحفظك يا رب. عندك مركز اعلامي كمان قوي في النادي الاهلي. اكيد ده انا برضو مش عايزين يعني برضو اداره الاعلام في النادي الاهلي عامله طفره كبيره جدا الفتره اللي فاتت. احنا ارقام السوشيال ميديا حتى عندنا كصفحات فيسبوك انستجرام تويتر الكلام ده كله. لكن هو انا فاهم سؤاله عشان انت كاستراتيجيه النادي الاهلي في الصفحات الرسميه والمواقع الرسميه مش هتخش تهاجم او هترد بشكل معين يعني. لكن هي بيبقى مهمتها ان انت بتكبر القاعدة الجماهيرية بتاعتك وهم ماشيين فيها بشكل 100% ممتاز. اللي بعد،
عبد الله رضوان وده من اصدقاء البرنامج. السلام عليكم كابتن شبير، تحياتي لك يا استاذ محمد سراج. سمعنا عن المشروع استاد الاهلي، هيكون في جامعه ومستشفى، ليه ما نسميش الجامعه باسم الراحل عمرو فاروق الله يرحمه لان ده كان اقتراحه، وهل المشروع ده ممكن يرى النور قريبا ام سنظل نسمع كلمه قريبا قريبا؟ هل في جامعه ومستشفى فعلا؟ يعني عجبني والله الاقتراح. حلو الاقتراح والله. الله عجبني جدا ويعني اتمنى ان شاء الله. طبعا هي فيها، هي اصلا مش استاد فقط، هي مدينه رياضيه، مدينة تم الاعلان عنه، مدينه رياضيه كامله، استاد، مستشفى اصابات الملاعب، مستشفى يعني طبي رياضي، وجامعه ومتحف داخل الاستاد. فده مجموعه من المكونات اللي جوه المدينه الرياضيه. منهم طبعا الجامعه، او دي من اهتماماتنا الكبيره يعني. فطبعا اطلاق اسمها، اسم طبعا الراحل العمري فاروق رحمه الله عليه، دي حاجات تساعدنا بشكل شخصي. في النهايه ده اقتراح جميل، اكيد ان احنا نقدر ان احنا نعرضه على مجلس الاداره ونعرضه على القلعه الحمراء، وان شاء الله يرى النور يعني. جميل. اللي بعد، انتوا عطلتوا جوه ولا ايه يا جماعه؟ ضياء عويس، يا كابتن تحيات شديده لك، قوتك كاعلامي اضافه بشده لقوه قناه الاهلي، الاهلي هو اللي بيضيف لاي حد يا استاذ ضياء. السؤال الاهم للاستاذ سراج، اين وصل مشروع استاد الاهلي؟ جاوبنا عليه. اللي بعد، الروبي، تحيه كبيره على نظر الاعلام احمد واحلى كابتن احمد واحلى احتفاليه بنعيش على قناتنا، فعظمه بتحصل. مرحب بالاستاذ محمد سراج، السؤال الاول، عايزين نشوف مباريات الاهلي في الدوري على قناتنا. انا ارد عليك هنا، دي حقوق يا جماعه مش بتاعه قناه النادي الاهلي على الاطلاق، وفي منظومه في هذا الامر، وبالتالي هناك قناه رسميه ناقله للدوري العام ولها كل الحب وكل الاحترام، والبيع مش جماعي، البيع لقناه واحده وهي قنوات اون تايم سبورتس. اخيرا، رجاء السفر، رجاء قبل السفر لقطر فتح تمرين الاهلي للجمهور. والله يا ريت يعني اتعملت تمرينه في الاستاد والناس تهدر. والله هي دي برضو يعني، هي برضو بتبقى طبعا محتاجه تنسيق مع الجهات الامنيه. ممكن نتكلم فيها يعني، واتمنى ان يتم الاستجابه ليها اكيد يعني، هنتمنى حاجه زي كده. طيب، ميزانيه الاهلي، بكتفي طبعا بهذا القدر من اسئله السوشيال ميديا، انا اسقلت عليك معلش حقك. لا لا يعني، انا متشرف بوجودي مع ميزانيه الاهلي، وما علمته انه نحن امام رقم 7 مليار اسطوري. احكي لي شويه. 7 مليار بس طبعا هي الميزانيه برضو، عشان الناس دايما بتبقى فاهمه ان الميزانيه 7 مليار دول موجودين عندك في جيبك، موجودين في خزنه النادي وفي ومع النادي الاهلي، فيقول لك طب انتوا ليه ما جبتوش كذا صرف عملتوا كذا. فطبعا هي 7 مليار ده بس حجم الميزانيه، لكن طبعا ده بيمثل يعني بنود كتير جدا. منها انت الاسيتس بتاعتك او الاصول بتاعتك، دي من ضمن الحاجات دي يعني. انت اصولك الحمد لله مثلا في الميزانيه اللي فاتت كانت مليار و100، الميزانيه دي 2 مليار، فانت الحمد لله اصولك طبعا، لان ده الطبيعي ان اصولك على الارض، انت بتعمل قاعده انشائيه كبيره، بتفتح فروع جديده، وحتى لو فضلت ثابت على وضعك انت الاصول دي بتزيد مع الوقت، فده بيزود في الميزانيه. عندك طبعا الاشتراكات، دي من اكبر البنود الحمد لله اللي عندنا، اشتراكات عضويه، وده برضو القالب اللي هو موجود في مصر مش موجود بره، لان انت ما عندكش فكره الانديه الاجتماعيه الرياضيه دي بره، فموارد بره يعني عالميا غير الموارد المحليه اللي جوه مصر شويه، لكن دي من اكبر البنود اللي النادي الاهلي بيتدخلوا موارد او بيعتمد عليها ماليا. العضويات يعني من اكبر الحاجات. حتى قطاع كره القدم الحمد لله يمكن في مكسب السنه دي، في مكسب السنه دي يعني، انت تقريبا 18 مليون جنيه تقريبا، 68 مليون. تمام. انت بتصرف تقريبا على قطاع كره القدم يعني حوالي مليون و100 تقريبا، او وبتكسب منه بقى مليون 168 او مليون 175 بالظبط، مش مليون، سوري، مليار 175. ده المكسب اللي جاي للنادي الاهلي من قطاع الكوره، او الموارد اللي جايه للنادي الاهلي مليار 175، وانت بتصرف عليه حوالي مليار حاجه و80. فانت بالنسبه لك المكسب قليل، لكن في النهايه كويس ان انت عامل مكسب، لان في اوقات كتيره قوي انت ما كانش جاي لك مكسب تقريبا من صحيح يعني، كان مكسبك قليل جدا. خلينا شويه اكلمك على النشاط الرياضي، لانه ده مهم جدا. ناس كانت سعيده جدا فوز الباسكت بكل البطولات، الموسم اللي فات كان شويه مش جيد، لكن الطايره استعادت عافيتها بالكامل، الهاندبول استعاد عافيته بالكامل، الكوره بسم الله ما شاء الله، البطولات تقريبا بالكامل باستثناء بطوله او اتنين على اكتر تقدير، ولو دخلنا في العاب القوه ودخلنا في السباحه ودخلنا في كاراتيه ودخلنا في حاجات كتيره جدا النادي الاهلي، بس ده حمل عليكم
هل وكل سنه جمهور الاهلي ده بدا النهارده يفكر في الطايره بنات ويفكر في الباسكت بنات والولاد بتوع صفحات العاب الصالات يعني طول الوقت عاملين نوع من انواع التحفيز ساعات شويه لكن هم في الاخر حبا في النادي يعني هو زي ما كنت بحكي لحضرتك اللي هو اللي ساعات بيجي لنا تخسر ماتش فيجي لك رسائل هجوميه لازم نستوعب ده يعني بالظبط لازم تستوعب الجمهور والناس والصفحات بتفكروا في ايه اللي احنا بدانا السيزون الجديد عندك مسابقات ناشئين وعندك مسابقات كبار وعندك العاب رياضيه مختلفه مرتبين البيت ازاي؟ احنا موضوع طبعا النشاط الرياضي من ضمن البنود زي ما بنحكي في الميزانيه يعني البنود الكبيره جدا اللي انت بتصرف عليها مصاريف يعني في النهايه نادي رياضي يعني انت مصاريفك تقريبا 450 مليون على النشاط الرياضي في السنه ومش بتكسب منه تقريبا ده ما فيش مكاسب خالص لان انت ليه ما فيش مكاسب لان انت مكاسبك اصلا او بنود مكاسبك زي ما احنا قلنا كانت شويه من الاشتراكات من العضويات من الرعايه من المكافآت بطولات افريقيا والاتحاد الدولي فكلها بره سياق النشاط الرياضي فاحنا لازم فعلا نبدا نفكر دي فعلا تشالنج مهمه جدا وتحدي كبير جدا لازم نبدا نفكر ازاي نعظم مواردنا من النشاط الرياضي وازاي نبدا ان احنا ممكن في فكرة مع الفكره في يعني انت طبعا 450 مليون بتخسرهم سنويا وده لازم ان انت تعمله انت خلي بالك انت عندك العاب يعني. بالظبط كده لازم انت تعمل وهي طبعا معظمها يعني انت مثلا قطاع اليد 130 مليون قطاع الطايره الباسكت بنات كانوا لسه في تنزانيا وقبلها كانوا مش عارف فين والهاندبول كانوا فين وهكذا يعني. انت اليد والسله والطايره يعني هم لوحدهم ده 130 يد 100 سله 70 طايره فدول لوحدهم يعني دول لوحدهم 300 مليون من ال 440 بس انت في النهايه الالعاب دي لا اقصد اقول الالعاب دي بدا مؤخرا لا جماهيريتها بتزيد مش عايز كلام قاعده الشعبيه بتاعتها بتزيد كلام. فلازم ان احنا فعلا نبدا يبقى في رعاه منفصلين ممكن للالعاب دي انا بتكلم مستقبلا افكار تبدا ان انت حقوق البث عندك مهدره جدا طبعا مش عايز كلام انا عارف حتى كابتن الخطيب لما كان مهتم جدا كان مهتم بهذا الامر انت لازم تبدا على الاقل مش بقول ان انت هتحقق مكسب بس تقلل شويه الجاب دي تقلل الخساره تقلل الخساره طب معلش هو الناس زعلانين مننا لان باعتين فيديوهات كتيره جدا في احتفالات القاضيه فتعالى نشوف بعض من هذه الاحتفالات يلا بينا فقرة دي يلا بينا اتفضل
خلي بالك احنا كنا في عز الكورونا. ايوه ما هي كانت في الوقت ده 2020. شوف الدنيا عامله ازاي، شوف الناس عامله ازاي، شوف الناس مبسوطه ازاي. احنا كنا رايحين بالكمامه. الكمامه موجوده. كنا رايحين بالكمامه. بعدين انا كان وقتها كان محمد ضماطي بيتاثر جامد في المباريات وبدا يدمع. والله فراح جرحي رايح بالكمامه حاططها على وشه عشان يخبيها. لا احنا كان لينا حاجات كده مع بعض دايما يعني. انتوا ثلاثي قريبين قوي من بعض، ومهند وحسام غالي ويعني الشباب يعني، وطارق طارق من الشباب على فكره، انا بحسبه معانا من الشباب طبعا. كلكم شباب بس انا خالد مرتجي انت وانت والجرحي والضماطي حاسس انه يعني ممكن عشان بنسافر كتير دايما يعني في المباريات مع بعض يعني. احنا تقريبا يعني ما بنفوتش يعني ماتشات الاهلي، حتى لو احنا مش في يعني مش طالعين مثلا في البعثه الرسميه او كرئيس بعثه، بنسافر احنا حسابنا مع النادي. بنسافر دايما يعني، انا والجرح بالذات وضماطي بيبقى معانا في معظم السفريات. يعني ضماطي بس ممكن ليه سفريات وسفريات يعني، يحس مثلا ان هو ايه قلقان في ماتش مش قلقان طول الوقت. قلقان طول الوقت يعني، لان هو دايما يقول لك انا مشجع الدرجه الثالثه اللي بقيت عضو مجلس اداره النادي. ايوه بالظبط بالظبط. فبيبقى مشدود كده جامد. لكن احنا دايما فعلا بنحضر المباريات مع بعض جوه مصر بره مصر، بنسافر مع بعض، فيعني بيقول لنا مواقف كتيره شويه. يبقى سؤالين مع العلاقه مع نادي الزمالك. يعني كان في بدايه المجلس الحالي انه مبادرة رائعة من النادي الأهلي وتلبية دعوة نادي الزمالك وزارة نادي الزمالك، وحسينا ان الدنيا جيدة. وجود كابتن حسين لبيب في النادي الأهلي في تأبين الراحل الكبير العمري فاروق، هل الأمور ما زالت جيدة ولا حصل في نوع يعني شوية كده من الهدوء يعني؟ لا 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 ما فيش يعني، بالعكس أنا في البداية حتى يعني كنت حابب إن أنا يعني أوجه رسالة دعاء وتمنيات بالشفاء العاجل لمحمد طارق. طمنا عليه الحمد لله وحالته كويسة الحمد لله، لأن هو فعلا من كام يوم حصل موضوع نشر الحريق. لا ربنا الحمد لله من عليه الحمد لله. أنا كلمت حتى أحمد خالد ساعتها عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، شاب محترم جدا ومن الناس طبعا. اطمنت لان هو كانت طبعا تليفوناته كلها مقفوله، فاطمنت عليه من احمد. لا انا بقول الموقف ان احنا علاقتنا كويسه ببعض، مفيش حاجه يعني. انا مثلا ما عرفتش اوصل لمحمد وقتها، كان تليفونه مقفول. كلمت احمد عشان اطمن عليه وطمني عليه الحمد لله، وقال لي ان هو يعني بس كان في مرحله كده 48 ساعه يعدوا الحمد لله. انا الدكتور المعالج نفسه كلمته فالحمد لله. لكن احنا علاقتنا الشخصيه طيبه، مفيش اي مشكله. ساعات بس احنا ممكن نستغرب، بنلاقي تصريحات اعلاميه كده فجاه طلعت اوت اوف نوير كده، مش عارف ايه سببها، غريبه شويه. يعني ما انا ممكن بالنسبه لي بيبقى تقييمها ليا مش في محله قوي. لكن في النهايه العلاقه احنا دايما بنفصل عن النادي الزمالك وعن الاشخاص يعني. احنا دايما بنحترم نادي الزمالك كنادي. نادي كبير ونادي جماهيري ونادي ليه تاريخه، ده اللي انا قلته من شويه. دايما نقول نادي الاهلي رقم واحد، نادي الزمالك رقم اثنين، دي مش تقليل منه. بتتكلم على مستوى افريقيا، ده شيء مشرف لمصر. التاريخ يعني. لا شيء مشرف لمصر ان انت عندك الاول والثاني من مصر. بس اللي انا زي ما بقول لحضرتك باخده على ناس حتى مش لازم حاليين، ممكن يبقوا سابقين، ان احنا نبدا عشان نطلع حاجه معينه، فنتهم ناس محترمه زورا بحاجات دي انا ما بحبهاش بصراحه. لكن طبعا في النهايه علاقتنا بيهم طيبه، علاقه اخويه. انا يعني معظمهم علاقتي بيهم طيبه على المستوى الشخصي، سواء نصوحي، طارق، احمد خالد، هاني شكري. يعني الناس معظمها، كابتن حسين لبيب من قبل ما يكون على فكره رئيس نادي الزمالك، الراجل كان بيبعت لي رسائل، احنا كمجلس اداره رسائل تهنئه في البطولات القاريه مثلا النادي الاهلي بيكسبها بعيد عن نادي الزمالك. ونفس القصه احنا كنا مثلا بنبعت له وقتها لما كان في اللجنه الثلاثيه المؤقته، كنا بنبعت له وقتها مثلا في بطولات قاريه بعيد عن النادي الاهلي. كانت علاقة طيبة. ولما رحنا بركة للزمالك بالكونفدرالية والزمالك، لا ولما رحنا احنا رحنا مش يعني مش رحنا بنعمل تمثيلية يعني، لا ده كان حقيقي. لا احنا فعلا من القلب، حاجة من القلب. وكانت حاجة ان احنا متضايقين ان كان بقالنا سنين العلاقة فيها فتور وفيها عصبية وفيها تجاوزات وفيها وفيها، فكان الدنيا هديت، فكنا احنا حابين ده. طبيعي طبيعي جدا هيحصل مناوشات صغيرة يعني، مش هتبقى مناوشات كبيره يعني. برضه لم يحدث تجاوز يعني اخلاقي او تجاوز في حقنا، لكن ممكن يحصل مناوشات
انا رايي كذا، انا رأي كل واحد بيبقى شايف من رايه ان هو احسن حد في الدنيا طبعا. لكن في النهايه اللي احنا قلناه من شويه، الارقام والتاريخ والمنطق والعقل بيقولوا ايه. صحيح. بس لكن احنا بنحترم طبعا كل اعضاء مؤسسات نادي. هل لديك اي اقوال اخرى؟ حابب تقول اي حاجه، نفسك في اي حاجه؟ لانه ما كانش ينفع اخلي اللقاء على القضيه بس، لكنك عضو مجلس اداره وناشط داخل مجلس اداره النادي الاهلي، ناس بتحبك وبتترك، لازم اسالك في قضايا كتير اخرى يعني. لا انا بوجه التحيه لحضرتك ولكل القائمين على القناه وكل جمهورنا العظيم، وبتمنى الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ورساله اخيره ممكن اقولها لشبابنا الجميل اللي كان مع حضرتك قبل ما كنا انا موجود. شباب ليهم شخصيه أوي. محترمين متربيين. اتضح ان حمزه عبد الكريم كمان والده كان كابتن كريم وكان كابتن الفولي في النادي الاهلي. انا عارف كابتن منعف كريم وكابتن يوسف عبد الكريم. طبعا اعذرني يعني. اساطير الطايره يعني في النادي. فطبعا لا هم ان شاء الله باذن الله يكونوا هم المستقبل. انا كنت قلت لهم الكلام ده وانا داخل، يضيفوا مزيد بقى من البطولات لافريقيا مستقبلا النادي الاهلي، عندهم الروح دي ان شاء الله يضيفوا في السجل ال 12 اكتر واكتر باذن الله. ده المستقبل وده الجيل القادم ان شاء الله. وان شاء الله يعني انا شايف ان هم هيحققوا كل خير في المستقبل. نورتني وشرفتني وبستمتع دايما باللقاء. وانا اكتر يا كابتن شوير والله متشكر جدا لحضرتك. مهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان منورنا النهارده، حلقه اعتقد يعني يا رب تكون عجبتكم. بدانا بالاخبار وبعدين بفكره الزوم مع ضيوفنا الاعزاء محمد سامي وامينه صالح ووائل الامام واكرامي الرديني، ثم ابطالنا اولادنا نجومنا نجوم منتخب الشباب اللي خدوا بطوله شمال افريقيا منذ ايام معدوده، ثم كان مسك الختام مع اللي نورني واللي شرفني مهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي النشيط جدا. كلهم وجوه جميله. لما بعد بتحاور هنا مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي والله يا سراج بطلع مبسوط وفرحان وبطلع مطمن على مستقبل النادي الاهلي. ربنا يبارك لكم يا رب ويحفظكم ان شاء الله. عايزين حاجه؟ السلام عليكم.